دكتور بلال لدكتور ثابت للدوري العام، ونبدأ بالأهلي وزد أو زد والأهلي. هبدأ بس مع ثابت الأول. الملعب المقاولين العرب مش من الملاعب المفضلة أوي للنادي الأهلي، هل سيؤثر على اختيار التشكيل وطريقة لعب النادي الأهلي؟ يمكن يا كابتن زي ما حضرتك قلت، ملعب المقاولين بيبقى عنده النادي الاهلي عنده صعوبه شويه، ارضيه الملعب مش احسن. الارضيه فله دلوقتي، المشكله دي الملعب بس، لكن الملعب صغير زي الفل. انا كان عندي تخوف مثلا من مباراه سيراميكا ان هي هتقام في استاد السلام، لكن بالشكل اللي قدمه النادي الاهلي في الشوط الثاني انا اصبح يعني التخوف من موضوع ان الملعب صغير ما بقاش موجود زي الاول. ممكن الموسم الماضي احنا لعبنا اكتر من مباراه على ملعب المقاولين، اشهر مباراه سيراميكا اللي حسمها قفشه في الدقائق الاخيره الاخيره، ان الاهلي واجه صعوبه. الفرق ممكن على ملعب المقاولين بتقدر تقف بشكل كويس، تضييق المساحات بيبقى بالنسبه لهم اسهل من ملعب زي ملعب استاد القاهره، ولكن اعتقد ان النادي الاهلي ممكن يا كابتن يلعب بشكل مغاير شويه، لعيبه تقدر تحل في التكتلات، ما يبقاش الاعتماد على لعيبه التحولات اكتر، لكن بتفكر في اللعيب اللي بيجيد الحل في التكتلات الدفاعيه او في المساحات الضيقه. ممكن بكره مارسيل كولر يفاجئنا بتغيير في مركز حراسه المرمى زي ما كنا بنتكلم انا والدكتور قبل الحلقه. هو دكتور ثابت قال لي ان هو عنده توقع. عندك توقع؟ ان ممكن مصطفى يبدا. ماشي فكده هو النهارده جاي الحاجه ساعه. زود يا ابني الحاجه الساعه، يا ابني زود يا ابني الحاجه الساعه، ده انا هنقلبها بجاتوه كمان. زمان يا جماعه في الافراح عندنا كده في المناطق الشعبيه صندوقين بيبس ودستتين جاتوه وكده، واحد يعني بيلف بالصندوق امال يا تك وفتح وحتتين جاتوه وخلاص. لو حصل هنلف عليك الحلقه الجايه. اي حد يلعب طبعا هو والشناوي ماشي بشكل كويس، ومصطفى لما بيشارك دايما مصطفى دايما لما بيشارك بيبقى عند حسن ظن الناس كلها يعني. اذا الملعب محتاج لعيبه زي مين يعني؟ ما تقول لي كمل لي يعني. ممكن اعتقد ان قفشه ممكن لو شارك بكره هيبقى الموضوع منطقي شويه، شارك اساسي شارك من البدايه على حساب احمد نبيل كوكا، هتبقى في منطقيه شويه، لان احنا كنا بنتكلمنا في الحلقه اللي فاتت في مباراه قفشه لوحده قفشه ولا انا بفضل طاهر طبعا طاهر زي ما هو يعني طاهر زي ما هو والشحات وسام عايز بس قفشه على حساب كوكا عشان المساحات الضيقه. تعالى بقى قول لي التشكيله المتوقعه وطريقه لعب مارسيل كولر للاهلي. ماشي المتوقع بكره يعني هو ممكن هو في كلام ان هو ماشي ماتشين وماتش ماتشين للشناوي وماتش لمصطفى فممكن مصطفى رغم ان الشناوي طبعا كان هو نجم الماتش المباراه اللي فاتت مصطفى شوبير او الشناوي الاثنين اللي ورا هيبقى هنا بقى في نقطه مهمه قوي قصه يوسف ايمن. يوسف ايمن الماتش اللي فات طبعا ما كانش موفق هنا قدامه قرارين كولر يا اما تحافظ. انا شايف يعني انا شايف ان ممكن احافظ على يوسف ايمن، انا شايف ان الناس برضو محتاجه تهدى عليه شويه يا جماعه. مش مهتمين والله جدا شرحنا الظروف وعملنا اتصال مع كابتن سامي قمصان ويعني شرحنا الموقف تمام. ده كان لعيب في منتخب قطر ما تحكمش على مدافع من 45 دقيقه والفريق كله كان وحش وراجع من ارتجاج الفريق الشوط الاول كله كان وحش بصراحه وكان في مساحات وهو بس حتى عجبني كولر انه دخل ما بين الشوطين طبعا كان مهم. عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه كابتن انا اعتقد ان سبب تغيير يوسف ايمن بين الشوطين اعتقد ان كولر كان عنده وقع الموسم الماضي في مباراه البنك الاهلي لما اشرك عمر كمال عبد الواحد في مركز المدافع وعمر كان سيء جدا تقريبا كان واخر التغيير لا هو خلى عمر يكمل تقريبا لحد الهدف الرابع وهو خرج في المؤتمر الصحفي كولر واعلن تحمله الكامل لمسؤوليه الخساره وقال ان هو كان يجب تغيير عمر كمال هو المسؤول عن اشراك فاعتقد ان كولر ما حبش ان الموقف ده يتكرر تاني. برافو عليك. المتوقع هيبقى خالد عبد الفتاح ده متوقع لفكر كولر هيبقى خالد عبد الفتاح ورامي ربيعه ناحيه اليمين اكرم توفيق ناحيه الشمال هيبقى يحيى عطيه الله هيبقى فيه ثلاثه في وسط الملعب مروان عطيه وقفشه وامام يبدا باللي نهى بيه في الشوط الثاني وحسين الشحات وطاهر وسام ابو علي. طيب اروح لك لزد صحيح تعادل المباراة الأولى أمام الجونة وخرج بنقطة مكسب لأنه علي لطفي أنقذ ضربة جزاء وأنا اتفرجت على المباراة زيد ما كانش في أفضل حالاته يعني زيد نهائي الموسم مباراة هايلة في نهائي الكأس أمام بيراميدز في الدوري العام عامل مباريات أكتر من ممتازة تتوقع لزيد إيه وشفته أمام الجونة إزاي؟
يعني يمكن كابتن مجدي عبد العاطي عنده مدرسه في التدريب ان هو ما بيحبش ان هو يتكتل دفاعين، بيلعب بتوازن زي يعني ايمن رمادي كده. لا يمكن كابتن مجدي عنده توازن اكتر شويه من كابتن ايمن، عنده فلسفه ان هو لو مش هكسب ما اخسرش. كابتن مجدي بيتفوق شويه في الحته الهجوميه، عنده الادوات اللي تساعده، عنده لعيبه زي مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي اللي اعتقد ان هو ممكن يكون عنده فرصه بكره. عنده غياب عن مباراة الجونة عمار حمدي المنتقل من النادي الأهلي، عمل مباراة جيدة في مباراة الجونة، ولكن هو اللي تسبب في ضربة الجزاء بالظبط. لكن لسوء حظه ان عمار اصيب بعد المباراة في احد التدريبات وهيغيب عن مباراة بكرة. اعتقد ان ممكن يعوض غياب عمار بكرة حمدي علاء، لاعب اللي كان بيلعب في صفوف سموحة وبعد اللي هو خارج اصلا من الزمالك، لاعب مميز جدا في وسط الملعب. كمان البنوبي عنده فرصة، هو ما بدأش المباراة اللي فاتت، عنده فرصة يبدأ بكرة. طبعا لاعب كويس، عندهم لعيبة كرة كتير قوي، زد عندهم طبعا الصغيري في وسط الملعب بيلعب على الدايرة، لعيب كورته كويسة قوي. سامح إبراهيم الباك ليفت المنتقل من صفوف بتروجيت، ظهير أيسر أيضا جيد جدا، وكان عامل يعني مباراة كبيرة مع بتروجيت في دوري المحترفين. عندهم أعتقد يا كابتن محمد إسماعيل طبعا ومصطفى العش، ثنائية دفاعية كانت من أميز الثنائيات اللي كانت موجودة في الدوري الموسم الماضي، والكلام كان عن انتقال الاثنين لانديه القمه. طبعا علي لطفي زي ما حضرتك ذكرت ان هو تصدى وبالمناسبه علي لطفي ده ثاني سيزون ليه يتصدى ركله الجزاء في المباراه الاولى قدام الاسماعيلي. بس فازوا بقى الاسماعيلي 1-0 السنه دي بالظبط. فعلي طبعا حارس عنده خبرات، اعتقد ان كل اللاعبين اللي موجودين عند زد، ولكن زد عندهم مشكله خطيره جدا لو جينا نستعرض بحضرتك لطفي على الحالات عشان خلاص قرب يجري يا جماعه نلحق. زد عندهم مشكله في وسط الملعب، اعتقد ان النادي الاهلي لو استخدم بكره الثنائي امام عاشور ومحمد مجدي قفشه يعني بص يا كابتن ده شكل زد في مباراه الجونه. الجونه بص بيلعب دايما يا كابتن بدفاع، حتى المدافعين كلهم طالعين بعد نص ملعب الجونه. اعتقد ان النادي الاهلي مع تطبيق سياسه الضغط العالي اللي احنا اتفقنا عليها في الحلقه اللي فاتت، قادر النادي الاهلي يستفاد من المساحات الكبيره اللي خلف زد. نخش على الصور سريعا، الصور اللي بعدها. بص يا كابتن دايما هتلاقي مدافعي زد متقدمين بس في انا بحب كده الهجمه. طبعا ده الشكل الحديث لكره القدم بالظبط كده. بص بناء الهجمه بتاعهم هم دلوقتي بكره هم بيعتمدوا على مصطفى العش. يعني لو رجعنا للصوره اللي قبلها، ارجع بس ثواني الصوره الاولى. ايوه مين اللي معاه الكوره ده؟ مصطفى ده لازم يتعمل عليه مان، لازم وسام بكره هو اللي يقرب له، لان مصطفى العش دايما بيلعب الطولي لشادي حسين. شادي حسين هو راس الحربه. لو خدت بالك هو دايما بيعمل شكل في مثلث في وسط الملعب، وشادي بيتحرك عرضي هو احمد الصغيري وحمدي علاء بكره ومتى مجاسه. حمدي علاء مكان عمار حمدي. فالثلاثة دول عاملين مثلث وبيكملوا يعني شكل المعين اللي هو الرابع بتاعهم شادي حسين. النهارده مين اللي هيمسك مصطفى العش ومين اللي هيروح مع شادي حسين؟ لان دايما بيعملوا الاهلي بيضغط دايما يا كابتن باثنين امام ووسام دايما في كل احنا معانا تشكيل زد لو ممكن نعرضه. يلا بسرعه ناخد تشكيل زد وناخد لقطات لانه احنا فاضلين تشكيل زد بكره في حراسه المرمى علي لطفي محمد اسماعيل ومصطفى العش اثنين مساكين، طبعا اثنين مساكين ممتازين وكان عليهم كلام كتير في الصيف. كمل حضرتك هيطلع على الشاشه. علي جمال ظهير ايمن. سامح ابراهيم، سامح ابراهيم ده اللي هو اللي اتغير ايه في زد عن السنه اللي فاتت الباكين لو ناخد بالنا. علي جمال ما كانش موجود كان في بيشارك كان بيشارك بس ما كانش اساسي. سامح ابراهيم جاي لهم السنه دي من بتروجيت، لعيب كويس هو يعني مكان محمد اشرف. تمام. الثلاثه اللي في وسط الملعب احمد الصغيري، حمدي علاء ده مكان عمار حمدي لان عمار حمدي اتصاب. متى مجاسه ناحيه الشمال، ده اللعيب عنده 20 سنه. لعيب من موريتانيا. والثلاثه اللي قدام مصطفى سعد ميسي، هم عندهم اثنين ميسي، عندهم مصطفى سعد ميسي وعندهم احمد عادل ميسي في الاحتياطي. ومصطفى زيكو ناحيه الشمال وقدام شادي حسين. هات اللي بعدها الصفقات اللي جات لهم برضو نقدمها. الصفقات اللي جات لهم السنه دي زد، هنلاقي ان في حمدي علاء جالهم من الزمالك، ماجد هاني من الزمالك كان يا جماعه بتاع بلديه المحله اللي كان سجل في الاهلي مش كده؟ كان تعرض لحاجه اغماء في المباراه الاخيره في الدوري الموسم الماضي. واحمد عادل ميسي من الاتحاد السكندري، عمار حمدي، سامح ابراهيم، عبد الرحمن عماد ده صانع العاب قادم من انبي. دول الست صفقات اللي هم جابوهم في الصيف ده. عندهم لاعب كمان يا دكتور كابتن شوبير مميز جدا وعنده بيشارك في الشوط الثاني دايما، ويلسون كاموني. مهاجم جيد جدا جدا. ويلسون ولا ديلسون؟ ديلسون كاموني. كاموني كان في اسوان. ديلسون كاموني كان في ارقام مجدي عبد العاطي لو نستعرضها سريعا في الشوط الثاني. ارقام لا لا أرقام. انا بقول له ارقام نقول يعني في ارقام كابتن مجدي كنا لسه بنتكلم انا وثابت واحنا بنحضرها. المعدل الخساره
قريب قوي من رقم الفوز يا كابتن. يعني بص حتى الفوز لعب معهم 42 ماتش كسب 17 تعادل، يعني فوز 17 تعادل 13 خسر 12. النسبه بقى كابتن نفسها 40 40 كويس. يعني فريق صعد من الدرجه الثانيه وخد السابع في الدوري، وكان قريب من الاهلي بالنسبه يعني لاول سنه نهائي كاس، ده حاجه ممتازه بصراحه يعني. وبالنسبه خسر من الاهلي ماتشين في الماتشين، نعم، منهم مباراه الاهلي شارك فيها شديده جدا، منهم مباراه الاهلي شارك فيها بالصف الثاني. بالصف الثاني نعم. طيب هل تتوقع مفاجآت بكره يا بلال في المباراه؟ مفاجآت في النتيجه ولا في التشكيل؟ في النتيجه، في التشكيل. لا زي في النتيجه، لا في النتيجه انا واثق من قدره النادي الاهلي على الفوز ان شاء الله بكره واستكمال سلسله النتائج الجيده في الفتره الاخيره. في التشكيل ممكن